سادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسؤول ملف التعليم بالوكالة. أستاذ أيمن، بعد التحية، برأيك كيف ستسهم مبادرة بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي؟ أول حاجة مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. هو بداية عشان بنك المعرفة تم اطلاقه في 2014 بمبادره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني المبادره كانت رئاسيه في 2014 لانشاء بنك المعرفه. من 2014 وحتى الان 2024 تكلم 10 سنوات من الانجازات في عهد الجمهوريه الجديده، هناك 113 قاعده بيانات دوليه بتضم جميع التخصصات ويتقدم خدماتها بالمجان لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا والطلاب الماجستير والدكتوراه على مستوى الجامعات. هذه الخدمه طبعا من احسن الخدمات التعليميه التي قدمتها مصر لابنائها الطلاب، سواء الباحثين في مرحله التعليم القبلي الجامعي او طلاب الجامعات والدراسات العليا. الخدمات التي طبعا هتفيد طبعا بان مزيد من الاطلاع للطلاب على الابحاث العالميه والدراسات التي تم في جميع التخصصات الطبيه او النظريه، كل هذا سيفيد الطالب او طالب الدراسات العليا بصفه خاصه في الحصول على المعلومه بسهوله ويسر طبعا، والاستفاده منها داخليا وخارجيا، تحضير الدراسات العليا والماجستير. طيب استاذ ايمن، يعني فيما يتعلق بالاهميه التي يمكن أن تنطوي عليها عملية تحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد المصري؟ طبعا هو طبعا هناك انعكاس كبير جدا على الاقتصاد المصري، وخاصة حضرتك لما بتتحدث عن الجامعات المصرية، هناك لو تتحدث عن في خلال 10 سنوات ارتفاع في عدد الجامعات 100% من 50 جامعة حتى الآن وصل 97، وهناك مزيد من الجامعات وأيضا في عدد الكليات والتخصصات. هذه الجامعات داخل فيها جامعات تكنولوجية. الجامعات التكنولوجية لها طابع خاص لأن ارتباطها بسوق العمل مباشرة. الطالب هناك يتم تأهيل الطالب نظريا وعمليا. هناك تدريب علمي في جميع في المصانع والمؤسسات الكبرى لربطها بسوق العمل. اختيار التخصص نفسه بيفيد طبعا، هناك طبعا سوق العمل اختلف تماما خلال السنوات الماضيه وخلال السنوات القادمه، هناك اختلاف كبير في سوق العمل. سواء الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحديثه، كل ما يتعلق بالتكنولوجيات، هذا سوق العمل في المستقبل. اذا لم يتم تطوير التعليم الجامعي والتعليم التكنولوجي وادخال مناهج جديده وبرامج جديده تنطبق مع سوق العمل، هتكون ازاي تكون فايده بتاع التعليم المصري. بالفعل هناك مناهج جديده، هناك اليات جديده لتطوير المناهج الحاليه سواء النظريه او العلميه للايصال الى طالب مخرج جيد من الجامعه، طالب على قدر كبير لسوق العمل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أيمن صقر، مسؤول ملف التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط.